السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. بمناسبة مرور عيد الفطر كنتمنى لكم يا ربي أن ينعاد عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله بكل ما تتمناو يا ربي، ويجعلكم من المقبولين ومن عتقاء من النار، ويتقبل منا ومنكم سائر الأعمال يا رب. الوصفة ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم هو عبارة عن طاخت بالليمون. هاد لاطاخت يعني عن جد تجي رائعة وزاهلة، نتمنى أنكم تجربوها، ومقاديرها كذلك هي في المتناول. بالنسبة لمقادير هاد الحلوى، عندنا مقادير العجين. أولا هي عجينة لا كسائر العجائن، يعني صابلي مقادير مختلفين. عندي 150 غرام دقيق أبيض، ساشية ديال خميرة الحلوى من قيمة 8 غرام، عندي 50 غرام سكر ثقيل، ساشية ديال فاني، عندي 125 غرام زبدة بحرارة المطبخ، وثلاثة أصفر بيض. إذا كان البيض كبير غادي تعملوا ثلاثة أصفر بيض، وإذا كان يعني حبة البيض صغار غادي تعملوا أربع أصفر بيض. هادو بالنسبة للعجين. بالنسبة لكريمة الليمون غادي نحتاجو 400 ملل عصير برتقال. كيف ممكن تعودوه بأي مشروب، يعني برتقال عند مشروب ليمون عندكم بنكهة الليمون. 400 ملي غادي نعملو معاه 100 غرام سكر سنيدة، 4 المعالق كبار نشا، يعني 4 المعالق كبار مايزينا او نشا. والطبقة الثالثة هي 3 ابيض بيض، يعني الاصفر عملناه في العجين والابيض غادي نعملو به لامورانك. 3 ابيض بيض، 2 حتى 3 المعالق كبار سكر سنيدة او سكر ثقيل، وساشية ديال فاني للتنسيم. هادو هما المقادير. اول مرحلة غنبداو بتحضير العجين او الصابلي ديالنا. غناخد الزبدة غادا نخدمها مع هاد سكر فاني، غادي نعمل معاهم هاد 50 غرام سكر ثقيل. نبدا نضيف في الدقيق وفي الخميرة الحلوة. غنكمل نجمعها بيدي. كتحصلوا على عجين رطبه، يعني ما كتجيش صلبه، كتجي عجين لينه، يعني كيف شفتوا العجين كتجي لينه كتير. من بعد ما جمعت العجينه ديالي ديال الصابلي، ها هي دي كيفاش كتجي، يعني كيف قلت انا ما كندلكوهاش، فقط كنلموها. دابا غنسرحها في المول باش ندخلها الفران طيب. انا غنحاول نبسطها. من بعد ما بسطها غنتكها بالفرشاة، يعني لما تنعمرش ليها الجناب، فقط غير الاسفل ديال المول هو اللي كنبسطو فيه العجين مزيان. غنتكها بالفرشات وغادي ندخلها الفران ساخن مسبقا طيب حتى يتذهب اللون ديالها. تقريبا غنحسبوا لها 20 حتى 25 دقيقه. الاثناء اللي كتوجد لنا الحلوى في الفران غادي نبداو نوجدوا كريمه الليمون. غادي نعمل عصير ديال الليمون، كيف قلت عصير الليمون او اي مشروب، انا الليمون كنقصد به البرتقال. الليمون والسكر سنيدة غنضيف لهم مايزينا، 4 المعالق كبار ديال مايزينا، ونحرك
باش ما تكورش. غادي نوضع على النار مع التحريك المستمر حتى يعقد لينا هاد الكريمه. من بعد ما طابت لي لاباط ديالي يعني استغرقت 20 دقيقه في الفرن، ها هو الشكل ديالها. غادي نخليها حتى تبرد تماما، والكريمه كذلك. ها هي كريمه الليمون، ها هي واجده بعد ما حركتها مع التحريك حتى عقدت. كذلك غادي نخليها حتى تبرد، وفي هاد الاثناء غادي نوجد لامورانك. لتحضير المورانك غادي نوضع هاد ثلاثه ديال ابيض البيض، مع سكر فاني، وغادي نخدمهم مزيان حتى يطلع. من بعد ما طلع لي البيض البيض غادي نضيف له سكر سنيده كيف قلت، واحد 3 حتى 4 المعالق كبار ديال سكر سنيده. سكر سنيده او سكر ثقيل. غادي نسكب فوق منها هاد الكريمه، نحاولوا نوزعها على الحلوه بالكامل. ونخليها حتى تبرد. انا هنا عندي الكريمه مازال ما بارداش مزيان، يعني ما نقدرش نعمل لها المورانك دابا باش ما يهبطش، يعني غنخليها حتى تبرد عاد نضيف لها المورانك. انا عملتها كيف قلت هنا بالبرتقال، كيف ممكن تعملوها بالليمون، الليمون الحامض. وهذا الشكل ديالها من بعد ما كملت. اذا كان عندكم شاليمو يعني كتحرقوه من الفوق باش تعطيهم داك اللون الذهبي الدوغي، او لا كيف غنعمل انا، غنشعل الفران العافيه من الفوق، يعني النار كتكون من الفوق، وكندخلها ريت ما يتذهب اللون ديالو كياخذ لون، ونخرجو من الفرن. مباشره من بعد ما نخرجو من الفرن غادي نعمل له واحد الرشه ديال شوكولات فيرميسال او لا شوكولات محكوك باش يدوب عليه وهي مازال سخونه. غندخلها الفرن كيف قلت ريت ما يتذهب اللون ديالها. الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران شفتوا اللون ديالها كيفاش جاي يجي، يعني وهي مازال ساخنه غادي نزينها بهاد حبوب الشوكولات فيرميسال ديال الشوكولات. وغادي نخليها ريتها ما تبرد تماما، وعاد نقطعها ونزلها في طبق التقديم. الحلوة ديالي من بعد ما بردات، انا خليتها ليلة كاملة بردات عاد قطعتها. هانتوما كيف كتشوفوا الطبقة ديالها كيفاش تيجي، طبقة ديال الصابلي هي الاسفل، والطبقة ديال الليمون، والطبقة ديال المورانك. ملي كتبرد كتجي سهلة في التقطاع، وحطيتها بهذا الشكل. لكم الاختيار اما تقطعوا على شكل مربعات او على شكل اوزونج معين بهذا الشكل. يعني الحلوه عن جد كتجي لذيذه ومميزه، مذاق مميز. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، تحاولوا تجربوه وشكرا.